ومعنا من قطاع غزة رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأستاذ سلامة معروف. أهلا بك أستاذ سلامة. يعني هناك معلومات تفيد بإصابة 6 من عمال نقل بضائع برصاص الاحتلال أثناء توجههم لإدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة. نتأكد من هذه الأنباء، وأيضا ما هي آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم. يعني بالتأكيد كما جرت العادة منذ بداية هذا العدوان، الاحتلال يطلق المزاعم والأكاذيب ويحاول أن يزيف الوقائع والحقائق على الأرض من خلال ادعاءاته. تابعنا خلال الفترات الماضية حديث الاحتلال عن زيادة أعداد الشاحنات وتبني الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الموقف، فإذ بنا عندما قمنا بحصر عدد الشاحنات التي دخلت خلال شهر أبريل الماضي وجدنا أن المتوسط اليومي للشاحنات شاحنات الأعداد هو 163 شاحنة يوميا، وهو رقم أقل بكثير من الأرقام المعلنة أمريكيا أو إسرائيليا، وهو أقل بكثير من حاجة سكان قطاع غزة. واليوم عندما يتحدث الاحتلال عن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، نحن ننظر بكثير من الريج والشك لهذا الإعلان. أولا، كون الاحتلال يتعمد إعاقة العمل وسيجتهد بشكل كبير في ألا يدخل أعداد الشاحنات التي يحتاجها قطاع غزة، وربما حادثة إطلاق النار والاستهداف للطواقم التي سعت من أجل العمل لإدخال المساعدات أكبر دليل على هذا الأمر. نحن نرقب السلوك الإسرائيلي في هذا الجانب، ولدينا قناعة بأن الاحتلال سيعمل جاهدا ألا يقوم بإدخال حاجة قطاع غزة كما جرت العادة على مدار السبعة أشهر الماضية. فيما يتعلق بالوضع الميداني، تبقى منطقة رفح ولليوم الثالث على التوالي هي بؤرة الأحداث الساخنة من حيث توغل الاحتلال ميدانيا وارتكابه المزيد من الجرائم بحق المواطنين. قرابة 150 إصابة حتى اللحظة من بداية عدوان الاحتلال، ونحو 40 شهيدا وصلوا إلى المستشفى الكويتي، ذلك المستشفى الوحيد الذي يعمل الآن ويخدم منطقة رفح بكل ما تحتويه من مئات آلاف النازحين، وهو مستشفى صغير من حيث العدد ومن حيث الإمكانات والقدرات، لا يستطيع التعامل مع هذا العدد الكبير من الجرحى فضلا عن نوعية وطبيعة الإصابات جراء استهداف قوات الاحتلال وجراء القصف المتواصل على مدار اللحظة على مناطق رفح، خاصة المناطق الشرقية من محافظة رفح. وبالتالي واضح أن الاحتلال يمارس سلوكا على الأرض مغايرا تماما لكل ما يتحدث به، هو يقول شيء وينفذ ويقوم وتقوم قوات الاحتلال بعمل شيء آخر. هو يحاول أن يزيف أمام العالم بأنه حريص على إدخال شاحنات المساعدات فيما يعمل من أجل إعاقة إدخال هذه الشاحنات، سواء إغلاق المعبر على مدار الأيام الماضية أو حتى عندما أعلن عن فتح المعبر. نحن على ثقة بأنه لن يقوم بإدخال شاحنات المساعدات بالإنسيابية اللازمة فضلا عن استاذ سلامه. يعني بهذه النقطه تحديدا وفقط للتاكيد بما يتعلق بدخول يعني شاحنات المساعدات الى القطاع، هل من شاحنات دخلت؟ حتى اللحظه لم يصل قطاع غزه او اي منطقه في قطاع غزه اي من شاحنات المساعدات منذ اعلان الاحتلال عن اعاده فتح معبر كرم ابو سالم، ولكن حتى اللحظه لم يصلنا او لم تردنا اي اشاره من أي جهة، سواء جهات حكومية عاملة ميدانيا أو حتى المؤسسات الدولية، لم تردنا أي إشارة بوصول أي من شاحنات المساعدات ودخولها إلى قطاع غزة حتى اللحظة. نعم أستاذ سلامة، يعني تحدثت عن الوضع، لكن إذا ما تحدثنا عن حركة النزوح أيضا من مناطق رفح باتجاه يعني دير البلح وأيضا منطقة المواصي. يعني حقيقة الجميع بما فيهم حتى الولايات المتحدة الأمريكية كان يحذر دائما من مغبة إقدام الاحتلال على أي عملية عسكرية في مدينة رفح، باعتبار أن المدينة باتت خلال الشهور الماضية ملاذا لمئات آلاف النازحين، حتى وصلت أعداد النازحين فيها إلى قرابة 1,200,000 نازح في هذه المدينة، وفي مناطق الوسط وحتى في مواصي خان يونس هي ممتلئة أكثر من
400 إلى 450 ألف ما بين المواطنين لهذه المناطق وما بين النازحين، وهي لا تتسع للمزيد حقيقة من النازحين. مع بداية عملية الاحتلال البري في مدينة رفح بدأ المواطنون سعيا وهربا من المجازر والجرائم التي يقوم بها الاحتلال جراء القصف والأزمة النارية وعدم الاعتبار لأي من الأعيان المدنية المحمية بقوة القانون الدولي، والإصرار على استهداف واستباحة منازل المواطنين واستهداف المواطنين بشكل مباشر. بدأت حالة من النزوح باتجاه مناطق خان يونس الغربية وباتجاه المناطق الغربية أيضا لدير البلح، بالرغم من أنها تقريبا ممتلئة عن بكرة أبيها. هذه المناطق أساسا تفتقر إلى كل أشكال الخدمات ولا تستطيع أن تقدم خدمات لسكانها الأصليين، فما بالنا ونحن نتحدث عن حركة نزوح هي متواصلة وتكدس المئات من آلاف النازحين الذين يتواصلون ويأتون إلى هذه المنطقة. هذا الأمر في ظل أيضا عدم تمكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أو أي من المنظمات الإغاثية إيصال المساعدات اللازمة لهؤلاء المواطنين وتحديدا الأغذية وغير ذلك من الاحتياجات اليومية والمعيشية الأساسية، سيفاقم من الوضع الإنساني ويجعل من هذه الحالة حالة إنسانية كارثية لا تقل عن المشهد الذي شهدناه على مدار شهور مضت في مناطق شمال غزة التي عانت من مجاعة حقيقية استمرت لشهور قبل أن تنكسر حدة هذه المجاعة، ولكن بقي شمال غزة أيضا مهدد في أمنه الغذائي، ويعمل الاحتلال بمعادلة السعرات الحرارية التي فقط تبقي هؤلاء المواطنين وعددهم 700 ألف مواطن يتواجدون في محافظتي غزة والشمال، تبقيهم على قيد الحياة دون أن تسد الرمق بشكل حقيقي. وإذا ما تأثرت إدخال المساعدات لساعات معدودة ولا أقول لأيام، بالتأكيد ينعكس هذا الأمر على واقع الحال في مناطق الشمال. هذا الحال يتكرر في مناطق الوسط والجنوب اليوم مع استمرار عملية الاحتلال العسكري في منطقة رفح ومنع إدخال المساعدات من معبر رفح، والتأثر الواضح الذي بالتأكيد سيكون على أعداد وطبيعة إدخال شاحنات المساعدات من كرم أبو سالم إن صدق الاحتلال في إعلانه بفتح المعبر. نعم أستاذ سلامة، أيضا يعني إذا ما سألنا بما يتعلق بكيف يتعامل يعني الفلسطينيون الآن في قطاع غزة بالنظر لموجات النزوح وأيضا المسلسل المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالمجازر التي ترتكب يوميا، يعني كيف يتعامل الناس الآن في قطاع غزة؟ يعني حقا الظروف التي يحياها المواطنون منذ يوم السابع من أكتوبر هي ظروف تفتقر إلى الآدمية، تفتقر إلى الحد الأدنى من الإنسانية. نحن نتحدث عن متطلبات الحياة الأساسية من مياه، من غذاء، ومن مقومات معيشة أساسية. جميع هذه المقومات يفتقد لها جميع سكان قطاع غزة، سواء من بقي منهم في منازلهم وهم نذر يسير أو النازحين بشكل عام. عندما نتحدث عن متوسط يومي لما يستطيع الشخص توفيره من مياه بمعدل 3 لترات إلى 5 لترات في أفضل الأحوال، ويقوم برحلة مضنية من أجل الحصول على هذه اللترات البسيطة من المياه، وهي مياه بالمناسبة ليست صالحة للشرب وحتى ليست صالحة للاستخدام في الوضع الطبيعي. وبحسب ما كان عليه الحال قبل العدوان كانت كل الجهات تتحدث أن 90% من المياه التي تخرج من أبار قطاع غزة هي ليست صالحة للاستخدام وملوثة وتحتاج إلى إعادة المعالجة، ولذلك أنشئت العديد من المحطات لهذا الغرض، وللأسف قام الاحتلال بقصفها وتدميرها جميعا. وبالتالي إذا ما كانت المياه التي يحصل عليها المواطن هي دون الحد الأدنى وهي بطبيعة الحال مياه ملوثة، وإذا كان المواطن مهدد في أمنه الغذائي ولا يستطيع توفير الغذاء إلا بالاعتماد على المساعدات، وهي مساعدات شحيحة لا تلبي أيضا الحد الأدنى من مما هو مطلوب، فضلا عن طبيعة نوعية هذه المساعدات، قطاعات واسعة من المرضى وخاصة الأطفال
الذين لديهم سوء تغذية ويحتاجون إلى نوعية محددة، وعددهم بالآلاف، يحتاجون إلى نوعية محددة من الأطعمة والأغذية، وهي لا تتوفر بطبيعة الحال في المساعدات، وكذلك حليب الأطفال الرضع وغير ذلك من هذه الاحتياجات، فضلا بطبيعة الحال عن عدم إمكانية إمدادات الكهرباء والصرف الصحي التي دمرها الاحتلال بشكل كامل. وبالتالي المواطنون حقيقة ما يدفعهم هو إرادة البقاء وإرادة الحياة والإصرار والصمود والثبات في وجه كل هذه المجازر، هو التمسك بهذه الأرض وإصرارهم على عدم الارتهان لإرادة الاحتلال الذي يسعى جاهدا لفرض مخطط لتهجير المواطنين قسريا منذ اللحظات الأولى لهذا العدوان، وعبر التصريحات العديدة التي صدرت عن أعلى المستويات لدى الاحتلال، وكانت تتحدث بشكل واضح عن هدف أساسي ورئيسي وهو هدف التهجير القسري. المواطنون استشعروا منذ اللحظة الأولى هذا الأمر، ولذلك حقيقة هذا ما يدفعهم وهذا ما يحزوهم للصبر والصمود أمام كل هذه الظروف الإنسانية التي حقيقة لم يشهد لها التاريخ مثيل. نحن نتحدث عن استهداف بالقتل والإصابة، 5% من سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين لهذا العدوان، إما شهداء وإما مصابين. وإذا ما تحدثنا عن ضحايا هذا العدوان ممن فقدوا منازلهم، فنحن نتحدث عن أكثر من 90% من سكان قطاع غزة فعليا فقدوا منازلهم وباتت منازلهم غير صالحة للسكن، وجميعهم باتوا نازحين خارج منازلهم في العراء يبيتون داخل خيام في أفضل الأحوال إن توفرت، أو في العراء. هذا هو واقع الحال لسكان قطاع غزة ومواطنين قطاع غزة، وهذا هو الوضع الذي يعيشونه عمليا منذ أكثر من 7 شهور. شكرا. إذا كنت معنا من قطاع غزة، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأستاذ سلامة معروف، شكرا جزيلا لك.